قررنا بالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة أن نقرنه باحتفاليات المجلس الوطني خلال هذه السنة ديال 20 هيئة الإنصاف والمصالحة. نعرف جيدا مكانة المرأة ودورها ونقول مكانتها في مسار العدالة الانتقالية، وفي ليس فقط كضحية ولكن كذلك كفاعلة، وبالتالي أنقول قد عكست وأثرت بشكل كبير في التحولات المجتمعية ديال نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان. نحن اليوم نؤكد بالمجلس الوطني أن حقوق المرأة هوية مغربية، مكون من مكونات الهوية المغربية المعتدلة والمنفتحة والمتضامنة، التي هي الأساس لتماسك المجتمع يحفظ ويضمن كرامة نسائه وفتياته في كل التحولات وفي كل التغيرات، ومن الضرورة أن نجد الأجوبة في تماسكنا لهذه التحولات.